مشاهدينا الكرام صباح الخير، برحب بحضراتكم. ووصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معانا في فقرتنا النهاردة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي دكتور بشير عبد الفتاح. دكتور بشير بتنورنا دايما. أهلا بك يا رفاعة عيني وبالسادة مشاهدين. خلينا نبتدي جولتنا بما حدث بالأمس، حيث تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حلول للأزمة الاقتصادية الحالية قائلا: لما بنتكلم عن فاتورة الاستيراد من الخارج السنوية، سواء من سلع أو مواد بترولية أو مستلزمات مختلفة أو أدوية، الاحتياجات الضرورية الأساسية بنتكلم في رقم كبير قوي. طول ما الرقم الكبير احنا مش قادرين نوفره بالعمل والتصدير وتوفير بدائل له جوه مصر، هنفضل نعاني. لازم الموضوع ده نتجاوزه. أضاف الرئيس السيسي خلال جولته بالأكاديمية العسكرية المصرية: نعمل على توفير العملة الصعبة ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا من السلع. ولما بنتكلم عن 3-4 ملايين فدان إنتاج زراعي، ده رقم كبير قوي علشان يقلل جزء من فاتورة استيراد السلع الغذائية. خلال سنة كمان بالكتير هنكون دخلنا على خريطة سيناء أكتر من 450 ألف فدان، وفي الدلتا حوالي 2 مليون فدان، شرق العوينات وطشكا بنتكلم في حوالي 1 مليون فدان، بالإضافة إلى مناطق أخرى. الأزمة واضحة دلوقتي دكتور بشير أمام الجميع، ويمكن الرئيس امبارح وضح إحنا عندنا أزمة دولارية وإحنا بنستورد بشكل كبير، وإحنا لازم نتخطى الأزمة دي، بس مش هنتخطاها بالشكل ده. يعني في كده خليني أقول خطوات أو أجندة لازم نمشي عليها أو استراتيجية نمشي عليها علشان نقدر نتخطى. طيب الرئيس قال عدد الأفدنة اللي هي ممكن توفر في السلع الغذائية، لكن على نقطة أيضا مهمة، إن إحنا لو بنتكلم على أدوية، بنتكلم على مواد بترولية، مستلزمات مختلفة، ما زلنا بنستورد. هنا خليني أوصل لحتة توطين الصناعة. يعني خلينا نقول في البداية أنها مبادرة إيجابية من السيد الرئيس أن يكون هناك شفافية ومكاشفة، إن إحنا نعترف إنه في أزمة اقتصادية. الشفافية مطلوبة جدا والمكاشفة أمر ضروري في هذه المرحلة. توصيف وتشريح طبيعة هذه الأزمة الاقتصادية أمر مهم جدا، إنك تتكلم عن شح العملات الصعبة. ده عندنا أزمة في العملات الصعبة اللي احنا بنستورد بيها واللي المفروض نسدد بيها ديوننا، وفي نفس الوقت فكرة لابد من زيادة التصدير وتقليل الاستيراد، لأنه لما نستورد أكثر من 80% من احتياجاتنا، ومن بينها الاحتياجات الغذائية بالأساس والسلع الأساسية، ده معناه أن الطلب على العملة الصعبة اللي احنا بنعاني من الشح فيها لا يزال موجودا بل ومتناميا. فلازم يكون في حل بتقليل الاستيراد من خلال التصنيع ومن خلال ترشيد الاستيراد، ان مش كل حاجه نستوردها من الخارج، بما يثقل كاهل الدوله في العملات الصعبه ويزيد الطلب عليها. فكره التوسع في الاراضي الزراعيه هي امر مهم للغايه وشديد الخطوره في ذات الوقت، واحنا عملنا انجاز كبير الحقيقه، ساهم في تقليص كميه استيراد القمح المستورد من الخارج، الخضار، الفواكه، اشياء من هذا القبيل. لكن احنا بحاجه الى تغيير الفكر الاقتصادي المصري، ان احنا عاداتنا حتى سلوكياتنا سلوكنا الغذائي، سلوكنا الاستهلاكي، لابد ان يتغير ويتناغم مع تحركات الدوله. بمعنى انه انا كمواطن استمر في نفس السلوك اللي انا بتبعه في الاستهلاك ولا أراعي تحركات الدولة هذه، لابد أن يكون هناك تكامل من قبل سلوك المواطن وتخطيط الدولة وسياسات الدولة فيما يتعلق بهذا الأمر. مسألة التصنيع أمر مهم للغاية، إحنا دولة بدأنا مبكرا عملية التصنيع وكان عندنا بنية تحتية، والدولة ساهمت في أولا هذه البنية التحتية من خلال الموانئ، من خلال المطارات، من خلال الطرق، عمليات النقل، ربط الموانئ بمراكز التصنيع وغيرها، ودخلنا في شراكات اقتصادية وتجارية مع القارة الأفريقية، مع القارة الأوروبية، مع دول في آسيا، مع القوى العظمى، وبالتالي أصبح عندنا منافذ للإنتاج والتصدير واكتساب التكنولوجيا. والعالم النهاردة أكثر انفتاحا من أي وقت مضى، وبالتالي إحنا بحاجة إلى تغيير طريقة التفكير وتغيير المنهج على مستوى الدولة وعلى مستوى المواطن أيضا. طيب ده ياخد مننا وقت قد إيه؟ يعني لو إحنا حضرتك قلت روشتة كده، سواء بقى بنتكلم على الاستهلاك،
سواء بنتكلم على الصناعة، سواء بنتكلم على تقليل فاتورة الاستيراد، ان احنا نبتدي نعتمد على نفسنا من جوه. طيب ده ياخد مننا وقت قد ايه؟ طبعا ده بيتوقف على مدى عمق المشكلة ومدى استجابة المواطنين للتعاون مع الدولة في هذا المضمار والمحيط الدولي. بالمناسبة يعني الرئيس أشار إلى أنه الأزمة الاقتصادية طبعا مبعثها أزمات متوارثة، يعني الرئيس السيسي استلم مصر وهي بتعاني من أعباء ديون، صحيح ما كانش بهذا الكم لكن كانت موجودة. كان عندنا أزمات اقتصادية بنيوية وهيكلية في الاقتصاد المصري، لكن المحيط الإقليمي والدولي له تأثير، يعني جائحة كورونا على سبيل المثال وتأثيرها على سلاسل الانتاج والتوريد، وانها ادت الى ارتفاع الاسعار وادت الى يعني ارتفاع تكلفه النقل والشحن والتامين حول العالم. خرجنا من جائحه كورونا دخلنا الحرب الروسيه الاوكرانيه لها تداعيات خطيره على الامن الغذائي العالمي، ارتفاع اسعار الغذاء اثار على امن الطاقه العالمي، اثار على سلاسل الانتاج والتوريد ايضا، ولا زالت هذه الاثار موجوده حتى يومنا هذا، والاكثر تضررا منها الدول الناميه. بيتزامن مع هذه الازمات السياسيه والاقتصاديه ازمه المناخ. النهارده لم يكن يتوقع العالم ان تداعيات ازمه التغيرات المناخيه سوف تظهر هذه الايام، كنا بنتوقع 20 سنه او 30 سنه. فانت عندك ازمات وكوارث طبيعيه، عندك ازمات سياسيه واقتصاديه، كل ده فاقم من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر ودول عديدة حول العالم. لذلك المدى الزمني مرتبط أولا باستمرارية الجهود اللي انت هتقوم بها واستدامة هذه الجهود، الأمر الثاني التغيرات اللي بتحصل في النظام الإقليمي والدولي. طيب معلش قبل ما نسيب النقطة دي، مصر بتطول يعني منذ بدء التاريخ مصر بتمر بأزمات، بس أنا مش هبعد بعيد قوي، أنا هخليني قريبة شوية. يعني في القرن الماضي في التسعينيات و إلى آخره مصر مرت بأزمات كتير، لكن كان المواطن أوكي بيعلق وبيقول وبتاع، لكن كان بيستحمل. هل خليني أقول ما قبل عصر الأزمات اللي احنا عايشين فيه العالمية بكل أشكالها، اعتدنا على سنوات الرفاهية فما بقاش عندنا الصبر؟ يعني أنا بحاول أحلل انه يعني الناس في الاول كانت بتبقى قادره تستحمل، دلوقتي ليه مش قادره تستحمل؟ في نقطتين مهمتين. النقطه الاولى انه الانفتاح العالمي وتعرف الشعب المصري على كيف يعيش الاخرون بيعمل مقارنات، يعني ان المواطن يقارن نفسه بدول شقيقه او دول غير شقيقه ويشوف مستوى المعيشه، مستوى الدخل، الانفاق، الرفاهيه، فيبدا ان هو يقارن. هذه المقارنه بتعمل عدم قدره على التحمل، انه اشمعنا الناس في البلد الثانيه حصل لهم كذا، اشمعنا الناس بيعيشوا بمستوى معين. دي حاجه. الحاجه الثانيه التفاوت الاقتصادي في الداخل، انك في داخل الدوله الواحده رغم المعاناه في ناس النهارده بتعاني. فكره الناس المياومين اللي بيشتغلوا يوم بيوم، انه يوفر قوت اليوم الواحد، دي بقت معضله بالنسبه له. في ناس ثانيه في ذات الوقت عندها امكانيات اقتصاديه هائله في نفس الدوله ولها سلوك اقتصادي مختلف وسلوك استهلاكي مختلف برغم هذه الأزمة. يعني تكلفة الترفيه في مصر مثلا عالية جدا، الحفلات اللي بتتعمل، المطربين، مستوى معيشة بعض الفئات في المجتمع، فأن يكون في تفاوت داخل الدولة الواحدة ده من ضمن الأسباب. نقطة ثالثة مهمة للغاية، أنك بتربط ما بين إصلاح اقتصادي بيتم وده له تكلفة اجتماعية عالية جدا، أن المواطن بيتحمل ارتفاع في تكلفة السلع الأساسية، تقليص الدعم بشكل متدرج، ده تزامن مع أزمات اقتصادية. يعني فيما مضى في أوائل التسعينيات مثلا كنا بنتكلم عن بداية الإصلاح الاقتصادي حكومة الدكتور عاطف صدقي، كنا بنتكلم عن إصلاح اقتصادي متدرج، وكان الصندوق الاجتماعي للتنمية بيعمل إجراءات وميكانيزمات لتخفيف أعباء هذا الإصلاح. النهاردة مع إجراءات الإصلاح فوجئنا بكورونا وفوجئنا بالحرب الروسية الأوكرانية، فالمواطن بيعاني من عبئين، العبء الأول تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي، والعبء الثاني تداعيات الأزمات العالمية. علشان كده كل ارتفاع في الأسعار كان بيواكبه ارتفاع آخر لأسباب دولية بسبب الحروب والجائحة، فأصبح العبء على المواطن مضاعف. كل الميكانيزمات اللي بتتعمل وهي مهمة، حياة كريمة، تكافل وكرامة، محاولة تقديم الدولة دعم للفئات المحتاجة بطريقة أو بأخرى بيساهم صحيح، لكن اتساع شريحة المحتاجين بيبتلع هذه الجهود. الأمر الثاني الضغوط الدولية، يعني لم يعد المواطن يتحمل كلفة الإصلاح فقط وإنما يتحمل كلفة الأزمات الاقتصادية العالمية، فكل دي أسباب خلت المواطن أقل قدرة على الاحتمال، رغم أنه لسه بيحتمل بالمناسبة، يعني لازال المواطن المصري يتحمل هذه الكلفة ويعلم أنه الدولة تخطط لأجل مصلحة المواطن، أنه الأسباب هذه الأزمة ليست محلية وإنما أيضا دولية، كل ده لازال المواطن بيصبر. أيضا مسألة الثقة، في ثقة في القيادة السياسية وفي رغبة هذه القيادة في تحسين أحوال الناس.
الناس، فكرة المكاشفة والمصارحة لها دور مهم. يعني الرئيس عمله امبارح انك تكاشف الناس وتصارح الناس وتعرفهم ايه اللي بيحصل واين نقف، ده امر مهم للغاية. صحيح. بمناسبة الضغوط الدولية خليني انتقل ايضا لحديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية عن الأوضاع في المنطقة، قائلا زي ما بقول دايما مصر ليها ثوابت في سياستها تتسم بأن تكون عامل استقرار في محيطها، ومصر تتسم بالتوازن والاعتدال ولا نتدخل في شؤون الآخرين ونكون عامل إيجابي في حل الأزمات وهي كتير. دول الجوار عندنا والأشقاء في ليبيا والسودان الأزمات دي لها تأثير علينا أيضا، بنحاول نكون عامل إيجابي لحل هذه الأزمات. وأضاف الرئيس السيسي يمكن أنتوا كنتم تابعين خلال الفترة اللي فاتت مؤتمر دول الجوار، كان الهدف منه بالتنسيق مع دول جوار السودان أننا نوجد مخرج أو حل سلمي لهذه الأزمة حتى تنتهي معاناة الأشقاء وتنتهي الأزمة السودانية خلال فترة قصيرة إن شاء الله. ده تقريبا ملخص الموقف، ودايما بقول اطمنوا مش عشان إحنا موجودين، لا علشان أنتوا موجودين، وقبلنا كلنا في ربنا موجود، وإحنا دايما بنقول إن ربنا مطلع وشاهد على إننا في بلدنا رغم الظروف الصعبة حريصين ومصرين على العمل والعمل بجد في كل القطاعات. حضرتك بتقول الضغوط الدولية والرئيس هنا بتكلم على السياسة الخارجية، في فاتورة تانية بتدفع، خلينا نتكلم. الرئيس اتكلم على سياسة التوازن في المنطقة وفي العالم ما بين الغرب والشرق، والمعركة محتدمة الآن ما بين الغرب والشرق واحنا كلنا شايفينها، وانا اقصد بالغرب والشرق بنقصد الولايات المتحدة، الغرب الولايات المتحدة والدول الأوروبية والناتو، والشرق هي الصين وروسيا وإلى آخره. هل هناك فاتورة أخرى يتم دفعها من أجل هذا التوازن؟ ده سؤال مهم للغاية. خلينا قبل ما نجاوب على السؤال ده نشير إلى فاتورة الأمن ومحاربة الإرهاب. صحيح صحيح. يعني القرآن الكريم بيقول في سورة قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يعني فكرة الاحتياجات الاقتصادية ممثلة في الغذاء وأيضا الأمن، ده أمر مهم للغاية. فيما مضى أو قبل سنوات قليلة مضت كان حدود مصر الغربية شبه آمنة ومستقرة 1300 كيلومتر، معانا مع السودان 1200 كيلومتر، كانت الحدود دي شبه مستقرة وآمنة، فأنت ما كنتش مضطر توجه جهود أمنية وإنفاق واهتمام بهذه المناطق. لكن الآن الوضع اختلف، السودان فيه حرب أهلية، ليبيا الأوضاع فيها غير مستقرة، ده بيفتح الباب لانتقال السلاح، العناصر الإرهابية والعناصر الإجرامية والجريمة المنظمة والمافيا وتجارة البشر، كل هذه الجرائم يمكن أن تهدد أمنك القومي. فأنت بتوجه إنفاق، بتوجه مجهودات تجاه هذه الحدود، وده عمل ضغط على ميزانية الدولة وخلى في ارتفاع في كلفة الأبعاد الأمنية على حساب أبعاد أخرى تنموية. صحيح بنحاول نوازن قدر المستطاع، لكنك بتضطر أن أنت تنفق على الأمن أكثر مما كان فيما مضى، وده بيرهق الميزانية العامة للدولة وبيأثر على الإنفاق في مجالات التنمية اللي المواطن محتاجة. صحيح. فيما يتعلق بالسؤال المهم اللي حضرتك طرحتيه، ازاي تحافظ على سيادة واستقلالية القرار المصري في ظل حالة استقطاب دولي؟ يعني ايه حالة استقطاب دولي؟ النهاردة الولايات المتحدة شايفة الصين وروسيا في صعود استراتيجي يهدد الهيمنة الأحادية القطبية الأمريكية. صحيح. يعني الولايات المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي 1991 هي القطب العالمي الوحيد المهيمن، هي اللي بتخطط لمستقبل العالم وتدير النظام الدولي، بتسيطر على الموارد، بتتحكم في أمن الطاقة، في أمن الغذاء، في الفضاء، في كل هذه الأمور، في العملات، في كل شيء. الدولار النهاردة هو المهيمن. صحيح. 70% من معاملات العالم التجارية تتم بالدولار، 60% من الاحتياطات النقدية في بنوك المركزية في العالم كله بالدولار. النهاردة الصين وروسيا عايزين يغيروا الوضع ده، تقليص الاعتماد على الدولار. روسيا بتقدم نفسها كقطب منافس للولايات المتحدة، الصين هي الأخرى تقدم نفسها كذلك. الحروب بقى ما بين الدولتين، ما بين القوتين الشرق والغرب، جاي حروب تكنولوجية اقتصادية استخباراتية، حروب الجيل السادس. طب احنا فين القوة الوسيطة زي مصر كده، فين من هذا الأمر؟ تجدي ان مصر تحاول تتجه للشرق لتنويع الشراكات الاستراتيجية. يعني احنا عايزين ندخل بريكس وشنغهاي وبنعمل شراكات مع الصين وروسيا، ليه؟ يبقى عندنا بدائل تجارية واقتصادية بشروط أيسر. لما ندخل بريكس النهاردة ويبقى في بنك التنمية في بريكس يقدم قروض ميسرة بمبالغ أكبر وبدون مشروطية سياسية، ده بيصب في مصلحة مصر. لما نتعامل مع روسيا والصين وشنغهاي وبريكس بالعملات الوطنية، ده بيقلل الضغط على الدولار.
ان انا مضطر اتعامل مع امريكا والغرب بالدولار، اسدد ديون بالدولار، استورد منه سلاح وسلع اساسيه وغذائيه بالدولار، لا انا ممكن اعمل ده مع الكتله الشرقيه او مع الدول الشرقيه بالعمله الوطنيه، استورد منه بعملتي او بعملته، وده بالتالي هيقلل الطلب المتفاقم على العمله الصعبه اللي هي الدولار. انا بنوع هذه الشراكات. طب هل ده سهل وطبيعي وبدون تكلفه؟ لا، صعب ومش طبيعي وتكلفته عاليه. لانه الولايات المتحده والدول الغربيه عايزه تقلص الخيارات قدام الدوله المصريه، عايزك دايما تابع، عايزك دايما بتعتمد عليه هو بشكل كبير، لكن لما تنوع خياراتك وتنوع شراكاتك وتنوع علاقاتك، اعتمادك هيقل على الغرب، اعتمادك هيقل على الدولار، وبالتالي لن تكون مقيدا الى حد كبير. فعلشان توصل لهذه الاستقلاليه وتحدث هذا التوازن، ان احنا يبقى موقفنا من الحرب الروسيه الاوكرانيه الحياد، ان احنا نبقى مع الشرعيه ولكن مش ضد حد، مش بننخرط في عقوبات ضد حد، ما حدش يطلب مننا سلاح يروح لطرف نقول له لا ما بنديش لحد اسلحه، احنا في موقف الحياد، وبالتالي هذا له كلفه كبيره جدا وقد تتعرض لضغوط بالمناسبه. وما فيش خطوه مصر بتتخذها للتقارب مع روسيا او الصين او بريكس او شنغهاي الا بتواجه ضغوط اخرى من الولايات المتحده الامريكيه. ومواقفك السياسيه انك تبقى حريص على وحده سوريا، على وحده ليبيا، على وحده السودان، على لم الشمل الفلسطيني، على تحقيق السلام العادل والشامل في الاراضي الفلسطينيه، ده ايضا له تكلفه، لانك بتواجه ضغوط علشان تمارس ضغط على الجانب الفلسطيني للقبول بتسويات معينه، على الجانب السوري للقبول بتسويات معينه، لكن التزاماتك القوميه بتفرض عليك دايما يكون لك مواقف ثابته، وده له تكلفه كبيره جدا في العلاقات الدوليه، وبالتالي انت واقع تحت ضغط. مصر دوله مهمه في الاقليم، لها تطلعاتها، حتى تطلعاتنا الاستراتيجيه ان احنا نكون دوله مستقله، نعمل اكتفاء ذاتي من القمح، لن نترك في هذا المجال ايضا، لانه استقلال قرارك الاقتصادي معناه استقلال قرارك الاستراتيجي، وفي قوى عظمى واقليميه لا تريد لك هذا الاستقرار، والا بماذا نفسر الارهاب مثلا؟ كل ما نقف على رجلينا ونعمل مشروع تنموي ونعمل نهضة ويحصل ثقة ما بين المواطن والحكومة، ثقة ما بين المواطن والأجهزة الأمنية، عملية إرهابية تلاقي مشكلة جديدة. وبالتالي للأسف هذا البلد مستهدف بحكم موقعه، بحكم تاريخه، والتاريخ دايما بيقول ان مصر لما تستقر اقتصاديا ويكون في نوع من التآلف ما بين القيادة وما بين الشعب، هذا البلد بينطلق للأمام. طيب فهناك من لا يريد ذلك للأسف. طيب في برضو نقطة حضرتك ذكرتها وهي نقطة في غاية الأهمية، حروب الجيل السادس. نعم. واحنا الحروب دي يعني اليومين دول في أزهى عصرها، خليني أقول، وفي أزهى أيامها، إمكانيات موجودة، الناس كلها قاعدة وعمالة وشغالة، وانت مضغوط عليك كمواطن، يعني انت مضغوط عليك كمواطن نتيجة للظروف اللي احنا موجودين فيها، فسهل جدا ان المواطن يصدق. وخليني اقول في غياب المعلومة ايضا، يعني ازاي نقدر نواجه، لان دي من ضمن الضغوط اللي على الدولة، يعني خليني اقول ده ضغط كبير على الدولة ايضا. يعني خليني يا استاذ، يعني المواطن متروك برضو نهبا لهؤلاء. خلينا نشير الى انه يعني نوضح للمواطن، بيسمع حروب الجيل الاول، حروب الجيل الثاني، حروب الجيل، طبعا اللي بنسمعه دلوقتي حروب الجيل الرابع والخامس والسادس، فيقول لك ايه حروب الجيل ده والجيل ده. الحروب ظهرت في جيلها الاول، يعني شكلها الاول كان الحرب عامله ازاي؟ جيش بيقابل جيش زي ما بنشوف كده في الافلام القديمه، راكبين الخيول ده الجيل الاول، مواجهه مباشره والاثنين مع بعض بالسيوف. الحروب اتطورت بعد كده، بدانا نشوف اسلحه جديده زي المنجنيق وغيرها واستخدام النيران، القوه النيرانيه، حروب الجيل الثاني. حروب الجيل الثالث ظهرت بالمدرعات والمجنزرات. حروب الجيل الرابع بقى او الثالث برضو المتطوره، الطائرات دي كانت طفره، استخدام القوات الجويه من ايام الحرب العالميه الاولى. بعد كده دخلنا في الصواريخ وال كانوا يسموها القنابل الطائره، في 1 وفي 2، اول صاروخ اخترعه هتلر في الحرب العالميه الثانيه سنه 41. اتطورت الحروب الجيل الرابع والخامس والسادس، دي حروب المعلومات بقى. ازاي تقدر تفكك دوله او تفكك جيش او تنتصر على دوله او جيش؟ من خلال بث الشائعات والاكاذيب لضرب الثقه ما بين المواطن والدوله، المواطن والحكومه، تفكيك الجيوش، ضرب الروح المعنويه للجيوش. ازاي بدون ما تطلق القوه النيرانيه سواء بالمدافع او بالدبابات او بالطائرات او بالصواريخ، يكون عندك قوه نيرانيه ناجمه عن استخدام التكنولوجيا الحديثه، الشائعات والاخبار المغلوطه والتشكيك في كل شيء بيتم في الدوله. ده بيقودني مباشره للاجابه على سؤال حضرتك، متى تنشط حروب الجيل الرابع والخامس والسادس؟ اذا غابت الشفافيه، اذا غابت المعلومه. لو عملنا كده معادله، في شفافيه
في معلومة دقيقة، في حوار مباشر وصادق ما بين أجهزة الدولة وما بين المواطن، لا مجال لحروب الجيل الرابع والخامس والسادس، لأن أنا بعرفك كل حاجة، بديك بيانات أول بأول، كل ما حادثة تحصل هنا أو هناك أيا كان حجمها أو نوعها بطلع ببيان رسمي. الجهات المعنية بتقول والله اللي حصل لحد دلوقتي في ضوء معلوماتنا المتاحة حتى اللحظة الحالية إنه 1 2 3. طب لما تطلع شائعة من هنا أو من هناك، أو واحد عاوز يشكك، أو واحد عاوز يعمل حالة من اللبس والتلبيس بالنسبة للمواطن، مش هيلاقي مجال. لكن لما انا كدولة تحصل حادثة مهمة فاسكت، بترك المجال للشائعة، بترك المجال لحروب الجيل الرابع والخامس والسادس. فامضى سلاح واكثر سلاح فعالية في مواجهة الشائعات والاخبار المغلوطة ومحاولة التزييف والتشكيك والوقيعة بين المواطن والدولة، ان تكوني كدولة مصرية حاضرة منذ البداية بالمعلومة بالبيان الدقيق من جهة رسمية، وتقول للناس دي احدث معلومات عندي حتى اللحظة الحالية، وساوافيكم كلما جد جديد. صحيح. هو ده. صحيح. طيب خليني أنتقل لنقرأ مقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، تحت عنوان سيوة حيث ينطلق الجمال. واحد سيوة من أجمل المناطق الطبيعية في العالم، بقعة سحرية على أرض مصر، خصها الله بالسحر والجمال، فأصبحت واحدة من المقاصد السياحية الهامة التي تضم مزارات متنوعة بيئية وعلاجية وسفاري وسياحة أثرية وترفيهية إلى جانب السياحة التاريخية. كل الحضارات القديمة تركت بصماتها عليها، خاصة الحضارات اليونانية والبطلمية والرومانية والقبطية والإسلامية، ويقال إن الإسكندر الأكبر مدفون في أرضها. وقد أسعدتني التغطية الحية التي قدمها الإعلامي الكبير أحمد موسى في حلقة كاملة على قناة صدى البلد عن سيوة، في خطط المسؤولين ومستقبلها وبين الناس، وتابعت الفرح في عيون أحد الشيوخ وهو يتكلم عن بلده بفخر، وأن سيوة هي البلد التي قادت أول ثورة ضد الاحتلال الإنجليزي، وقوله إن المعالم والجمال الموجود في سيوة ملوش مثيل، جبال الملح والدفن في الرمل والعيون الكبريتية، وأجمل ما في سيوة النخيل والبلح اللذيذ والزيتون الذي نصنع منه أنقى زيت زيتون في مصر. واحد سيوة أمن وأمان وشفاء واستجمام. الرئيس عبد الفتاح السيسي جعادته يهتم بكل شبر في أرض مصر، فكانت سيوة محط اهتمامه وتوجيهاته بتنميتها لتكون مقصدا سياحيا عالميا، وأن تدخل ضمن تطوير الساحل الشمالي كله لتزداد جمالا وبهاء وتجذب السياح من كل دول العالم، لتدخل سيوة ضمن خطة التنمية وتبدأ إقامة المشروعات الكبرى بها والنهوض بثروة النخيل وتعظيم العائد الاقتصادي منها مع تنظيم المؤتمرات والمهرجانات الدولية. ويجري حاليا الإعداد لمهرجان التمور الدولي في نسخته 7 في شهر أكتوبر المقبل، كما تم تطوير وإعداد مطار سيوة لاستقبال الطائرات والأفواج السياحية، والعمل على الترويج السياحي للواحة ومقوماتها السياحية المتعددة. كل الشكر لسيادة الرئيس على الاهتمام بكل بقعة من أرض مصر بالعمران والتنمية والعمل الدائم الدؤوب والمشروعات الكبرى التي لا ينكرها إلا كل جاحت لتصبح مصر دولة جديدة حديثة من أجمل دول العالم. شكرا سيادة الرئيس. سيوة. سيوة يا دكتور بشير، يعني أنا رحتها مرتين وقعدت في كل مرة تقريبا أسبوع يعني، وكنت رايحة شغل على فكرة. وسيوة ليها طابع كده يعني، حتى أستاذة إلهام قالت يقال إن الإسكندر الأكبر أنت إنه مدفون هناك. إحنا وحضرتك رحت سيوة؟ للأسف الشديد ما رحتش سيوة. وأنت داخل بتلاقي الجبال على إيدك الشمال والنقوش الرومانية موجودة، وموجود إن الإسكندر هنا، وأنت بتدخل سيوة هناك طاقة إيجابية بتلاقيك كده بتعرف النفس اتغير يعني. كانت سيوة عندها مشكلة وأستاذة إلهام ذكرتها هنا في هذا المقال، وأعتقد أنه من أهم الحاجات ألا وهو المطار، لأن سيوة بعيدة جدا يعني، أنت بتاخد لغاية مرسى مطروح، ومن مرسى مطروح بتاخد طريق سيوة، أنت بتتكلم على فوق 650 كيلو يعني، ده رايح بس، زائد أن الطريق بقى كان يعني هو طريق صغير وجمال بتطلع عليك من هنا ومن هنا، لأنها جمال في الصحراء يعني، لغاية ما بتوصل بعد المعاناة دي في الطريق بتوصل بقى لبقعة ساحرة.
شايف الدولة ابتدت تبص؟ وسيوة كانت يعني لغاية آخر مرة روحتها على فطرتها، يعني لسه يعني فعلا جبال الملح، الزيتون، النخيل، الدفن في الرملة، كل ده حتى عادات أهل سيوة حضرناها وكده. شايف بقى الدولة لما بتبتدي تبص على سيوة وإنه يعقد هناك المؤتمرات وتبقى، انا عايزه اقول ان السياح الاجانب اكتر من السياح العرب، المصريين والعرب بكثير، يعني الاجانب هناك. كفى اني اقول لك عزيزي المشاهد انه الملك تشارلز ايام كان اميرا قضى شهر العسل هناك، ورحنا الاوتيل اللي هو اوتيل من الاوتيلات، ما ينفعش اقول الاسم طبعا عشان ما يبقاش اعلان، بس الاوتيل اللي هو بدون كهرباء بدون اي حاجه، انت عايش على الملح وعلى الحاجات الطبيعيه اللي هناك، بتاكل مثلا مربى كركديه عندهم، بتاكل مربى بتنجان، يعني هما بيزرعوا الحاجه وبيعملوا بيها كل حاجه. شايف سيوة ممكن انها مع الترويج ليها، لان سيوة جو رائع، مكان رائع، مكان ساحر، ممكن تبقى بقعه من اجمل بقاع العالم، يعني خليني اقول. طبعا اول خطوه في هذا المجال انكم تودونا سيوة، لانه لحد دلوقتي انا ما رحتش سيوة بعد الكلام ده طبعا، والكلام اللي بسمعه جميل، فلازم نعمل حلقه من هناك، نعمل اي حاجه، المهم ان انا اروح سيوة. دي حاجه. الحاجه الثانيه، النهارده علم الاقتصاد بقى فيه فرع اسمه اقتصاد سياحي. نعم. يعني عندنا اقتصاد البترول، عندنا اقتصاد زراعي، عندنا اقتصاد الطاقه. في النهارده من 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 الالفينات، بدايه الالفينات كده، بداوا يتكلموا عن الاقتصاد السياحي، ازاي تدير السياحه وتكون مصدر من مصادر الدخل. احنا في مصر رغم ان ربنا حبانا بحاجات كتير جدا جدا، بس عندنا مشكلة في ادارة السياحة المصرية، الاعتماد على السياحة الترفيهية او السياحة الشاطئية. نعم. يعني كل كلامنا الغردقة، شرم الشيخ، الساحل الشمالي، ده شيء جميل ورائع وكل حاجة، بس امكانيات مصر تفوق ده بمراحل. كل اللي حضرتك ذكرتيه عن سيوة يؤكد ان انت عندك لون مختلف من السياحة. صحيح. له مريدوه في كل مكان في العالم، غير السياحة الثقافية يعني كمان لو بنتكلم على الاقصر واسوان. طبعا. صحيح. عندك الهواء النقي. صحيح. بنسبة 100%، المية، يعني مية سيوة كمان هي من الأنقى عالميا على الإطلاق. صحيح. انت بتقدم لون، وبعدين في السياحة العلاجية. صحيح. يعني جوه سيوة كمان في بعض المناطق اللي الناس بتروح للاستشفاء من مسألة الرباتويد والروماتيزم وكل الأمراض دي، الدفن بالرمل والمياه الكبريتية. صحيح. والأمراض الجلدية والصدفية. صحيح. وأشياء من هذا القبيل. يعني انت عندك مجمع سياحي في سيوة، وبعدين فكرة انك تعود للحياة البدائية. النهاردة في أوروبا وفي الولايات المتحدة والدول المتقدمة زي ما بيقولوا، في ناس أحيانا بتروح لكوخ في الغابة كده تقضي كام يوم، يقول لك عايز أهرب من الحياة بتاعتنا وعود للحياة البدائية، أعمل حالة نقاء وصفاء ذهني. أنت ده موجود في سيوة. لما الدولة تعمل مطار بقى، ده شيء رائع، لأن احنا دايما في مصر من زمان بنقول يا جماعة عدد المطارات اللي موجودة في مصر اللي هي المطارات المدنية لا يتناسب مع حجم مصر أو السياحة أو عدد الوافدين لمصر. احنا بنقول عايزين نرفع عدد السياح ل60 مليون سائح في السنة. طيب أنا محتاج مطارات وبنى تحتية وموانئ جوية علشان تقدر تستقبل الناس دي، ولازم السائح علشان يروح سيوة ما ينزلش مطار القاهرة الأول أو أسوان الأول وبعدين عشان يروح سيوة، لازم يكون في مطار يجي مباشرة من الخارج على هناك، لأن ده بيسهل العملية. وجود الفنادق سواء الجديدة أو القديمة، اللي من غير كهرباء أو اللي بكهرباء، كل ده مطلوب جدا جدا. البنى التحتية، الخدمات، عملية النقل واللوجستيات والتأمين، كل هذه الأمور مهمة للغاية إن الدولة تنتبه. ده إعادة اكتشاف المناطق السياحية المصرية. سيوة دي كمان كانت مهد حضارة مصرية قديمة، لما كانت مصر مصنع الغلال الإمبراطورية الرومانية. قيل إنه كان بيزرع في منطقة سيوة، عندك المياه الجوفية وعندك الأرض الصالحة للزراعة وعندك بيئة مواتية للغاية. فأنا شايف أنه إعادة اكتشاف المناطق السياحية وتنويع الأنشطة السياحية في مصر ما تكونش مقتصرة على السياحة الشاطئية أو السياحة الثقافية اللي هي الناس بتيجي تشوف الأثار بتاعتنا اللي احنا منبع أثار العالم، إن احنا نبحث عن مناطق جديدة ومجالات جديدة في السياحة أمر مهم للغاية. يعني إيه المانع إن أنا أعمل مثلا دورة رياضية في سيوة، إن أنا أعمل مهرجان سينما في سيوة، إن أنا أعمل مهرجان ثقافي أو رياضي، أو إنه أستضيف أي فعالية أخرى يكون موقعها مثلا في سيوة عشان أسلط الضوء، زي ما بعمل مع العالمين دلوقتي. صحيح. شيء رائع إن أنا في العالمين ألاقي مهرجان سينما، الرئيس مثلا يعملها عاصمة صيفية ويستقبل فيها الرؤساء من دول أخرى، إن يكون نسلط الضوء على سيوة زي ما عملنا مع شرم الشيخ برضو فترة. الغردقة بالمناسبة محتاجة شغل. صحيح. يعني الغردقة رغم الجهود اللي هناك، لكن لما تقارني ما بين إعجاب الأجانب بالغردقة وإقبالهم عليها وتواضع الجهود اللي مبذولة هناك، إحنا محتاجين مزيد من الشغل. صحيح. ومزيد من الاهتمام بهذه المنطقة.
المناطق. طيب ما ينفعش حضرتك تكون معايا وما اتكلمش في الشأن الدولي والعربي، يعني خلينا ننتقل لشأن دولي وعربي، حيث التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حفتر خليفة حفتر في مدينة بنغازي أمس السبت، وذلك في إطار التباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي. وأكد بيان مشترك صدر عن الاجتماع على الملكية الوطنية الليبية لأي عمل سياسي وحوار وطني وعدم المشاركة في أي لجان إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره، وتولي مجلس النواب الليبي اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ. شايف الاجتماع ده إزاي؟ يعني أنا لما بتكلم على رئيس المجلس الرئاسي دكتور محمد المنفي، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر، أعتقد أن دي رموز كبيرة في الدولة. يمكن كنت أنتظر أن الدبيبة يبقى معاهم، كنت أنتظر يعني، فكانت كده يعني أشعر أن الدولة الليبية بتجتمع مرة أخرى وهناك مخرج. الحقيقة أنه ده في تجاوب مع التوجه المصري لليبية، ليبية الحل الليبي، صحيح انه دايما مصر، يمكن الرئيس كان بيتكلم في الاكاديميه العسكريه امبارح بيقول عدم التدخل، احنا مش بنتدخل في شؤون حد، ودايما مصر بتنادي ان الحل لكل ازمه عربيه يكون عربي بالاساس، والحل لازمه افريقيه يكون افريقي بالاساس. التدخلات الخارجيه في الازمات اولا بتطيل امدها، بترفع تكلفتها، بتقلص من فرص حلها. لما يكون عندي اطراف اقليميه ودوليه متدخله في الازمه الليبيه هتستمر الازمه. النهارده احنا بنتكلم مشكله ليبيا ايه؟ مرحله انتقاليه، يعني ليبيا تم الإطاحة بنظام وعايزين نبني نظام جديد. للأسف من 2011 لحد النهاردة دخلنا في مواجهات عسكرية فترة، وبعدين هدينا دخلنا مسار سياسي ورجعنا، كانت في محاولات لاستعادة المواجهات المسلحة، والنهاردة حصل هذا الاجتماع بالأمس، وبنقول إنه لازم الحل ليبي، ليبي ويكون حل سياسي. سبب إطالة المرحلة الانتقالية في ليبيا هو التدخلات الخارجية اللي أدت إلى عسكرة هذه الأزمة. الأطراف الإقليمية والدولية المتدخلة بتتدخل لحماية مصالحها وليس من أجل مستقبل ليبيا. اللي طمعان في النفط الليبي، اللي طمعان في الغاز، اللي طمعان في الثروات، اللي طمعان في إعادة الإعمار، اللي عاوز يعمل قواعد عسكرية، اللي طمعان في الثروات الليبية، غير مكترث بوحدة التراب الليبي أو إنهاء العمليات المسلحة أو إن يكون في انتخابات برلمانية ورئاسية يبقى عندي حكومة مركزية تستغل موارد الدولة الليبية من أجل مصلحة الشعب الليبي. ليبيا دولة غنية، أكبر احتياطي نفطي في القارة الأفريقية، لكن للأسف مش قادرة تستفيد من هذه الثروات بسبب تأخر حسم المرحلة الانتقالية. دايما مصر من البداية كان بتؤكد على ان الحل يكون سياسي دبلوماسي وما يكونش عسكري، وان يكون ليبي ليبي، ان الاطراف الليبية تجتمع بمساعدة الامم المتحدة ودول الجوار علشان نقدر نعبر هذه المرحلة الانتقالية ونصل لاجراء الانتخابات، ويكون عندنا حكومة مركزية تمثل كل الوان الطيف السياسي الليبي وتعبر بهذا البلد عنق الزجاجة الحالي. فهذا الاجتماع ربما يكون بادرة خير ويبعث على الامل بلم الشمل الليبي وسد الطريق امام اي محاولة عسكرة هذه الأزمة والاستمرار في العمليات المسلحة بدعم خارجي. طيب أروح للأزمة الروسية اليوكرانية وتطوراتها كتيرة جدا. وزير الدفاع اليوكراني أوليكسي ريزنيكوف قال إن تدريب اليوكرانيين على تشغيل طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16 بدأ، لكن الأمر سيستغرق 6 أشهر على الأقل وربما فترة أطول. يأتي ذلك بعد يومين من إعلان مسؤول أمريكي أن طائرات F-16 ستنقل إلى يوكرانيا بمجرد تدريب طياريها. وقال ريزنيكوف في مقابلة تلفزيونية إن 6 أشهر من التدريب تعتبر الحد الأدنى للطيارين، لكن لم يعرف بعد كم من الوقت سيستغرق تدريب المهندسين والفنيين. يوكرانيا تريد الطائرات الحربية المتطورة أمريكية الصنع حتى تتمكن من مواجهة التفوق الجوي الروسي والتي غزت قواتها البلاد في فبراير 2022. دكتور بشير، كلام وزير الدفاع اليوكراني يعني زي يعني ما اعرفش حضرتك تقول لي هل انا صح ولا غلط، اداني احساس انه هم عاملين يطالبوا بالطيارات بالطيارات، فامريكا قالت له ايه طب انا هدرب لك شويه، بيسكتوه يعني، هم بيسكتوه، لكن الموضوع مش تدريب لمدة 6 شهور والله العالم اللي في الست شهور ده ممكن يحصل لهم يعني. وأيضا هو بيقول لك حاجة غريبة جدا إنه ولم يعرف بعد كم من الوقت سيستغرق تدريب المهندسين والفنيين. طب الموضوع كده
في شنك يعني، خليني اقول هي كمان مشكله معقده يعني، مش كده؟ الناس متخيله انه الاف 16 تعالى اتدرب وخد الطياره وروح. مساله مش كده طبعا. اولا في سؤال عن عدد الطيارات، انا هديك كم طياره؟ ده بعد ما دربك، وست شهور دي تقدير مبدئي، لانه الطيارين الاوكرانيين متعودين على الطائرات السوفيتيه بالمناسبه. لان التسليح الاوكراني كان غالبيته ان لم يكن كله تسليح سوفيتي بالاساس، متعودين على السوخوي والميج وهذه النوعيه من الطائرات. فانت لما تيجي تشتغل على الطائرات الغربيه بالمناسبه التكنولوجيا مختلفه تماما. صحيح. ومعقده، لانه من مزايا السلاح الروسي انه سهل استيعابه والتدرب عليه واجراء تعديلات فيه والصيانه بتاعته وقطع الغيار اسهل بكتير، وسعره افضل والتدريب عليه اسرع. دي مزايا السلاح الروسي. وفعاليته بالمناسبه عاليه جدا، بالذات الطائرات المقاتله القدره على المناوره عندهم هايله. حتى في الطائرات القديمه. الطائرات الامريكيه اكثر تعقيدا، تكنولوجيا استيعابها صعب جدا، تتطلب مزيد من الوقت، وقطع الغيار والصيانه مشكله كبيره. دي حاجه. الحاجه الثانيه البنى التحتيه، يعني انا عشان اعمل مطارات، الممرات اللي هتشتغل عليها هذه الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي اللي بتحميها وكل هذه المنظومات أيضا معقدة، والتدريب عليها بيتطلب وقت أكبر. ويظل السؤال، أنا هاخد كم طيارة؟ وعدد الطائرات أو الأسراب اللي أنا هاخدها من هذه المقاتلات هل يكفي لتغيير موازين الحرب وتغيير مسارات المعركة ولا لا؟ الدفاعات الجوية الروسية متقدمة جدا، S-400 وS-500 دي متقدمة جدا وبتتعامل مع مثل هذه النوعية من الطائرات. سؤال آخر، الولايات المتحدة والغرب كانوا بيقولوا أي دعم عسكري هنقدمه لأوكرانيا يكون هدفه دفاعي ويحرر الأراضي الأوكرانية دون أن يصل إلى استخدامه ضد روسيا داخل العمق الروسي. مقاتلات F-16 يمكن أن تستخدم للقيام بعمليات داخل العمق الروسي، وهذا سيشكل استفزازا للجانب الروسي، وقد يضطروا إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية. وبالتالي العملية معقدة للغاية. ده غير أن مسألة الست شهور دي أنا أشك فيها، الموضوع قد يمتد إلى سنة. طب من هنا لسنة، هل ده معناها استمرار الحرب لمدة سنة كمان؟ طب تأثيرها على أمن الغذاء وأمن الطاقة سلاسل الانتاج والتوريد والارتباك اللي حاصل في العالم كله، العالم هيستحمل سنة كمان مع التغيرات المناخية المذهلة اللي بتأثر على اقتصاد العالم وعلى حياة الناس في العالم. طيب في حالة لو قلنا ان المقاتلات دي هتقدر تيجي، عدد الطيارين الاوكرانيين اللي بيتدربوا هل يتناسب مع عدد هذه الطائرات؟ هي مشكلة معقدة للغاية، وبالتالي استبعد الاعتماد على هذه المقاتلات في زمن او في المدى القصير. لا انا عايز اقول لك كمان على حاجة اكيد حضرتك تعرفها، يعني انه وزير الدفاع الروسي من يومين كان عامل معرض للأسلحة البريطانية والأمريكية الغربية اللي تم الاستيلاء عليها، وبيستعرض يعني لا، وفي كمان حاجة الهندسة يعني العكسية كانت في حاجة كمان يا أستاذة رشا، إنه مش مجرد إنك بتجيب الأسلحة تفرج الناس عليها وتقول لهم أنا أسقطتها، ده في عملية هندسة عكسية تفكيك هذه الأسلحة والتعرف على أسرارها والتكنولوجيا الخاصة بها علشان تقدر تعمل أسلحة مضادة ليها تتعامل معها بكفاءة. وده دايما اللي كان بيخوف الغرب من تقديم أسلحة لأوكرانيا، أول حاجة إن السلاح ده يسقط وينهار وبالتالي يبان إنه فاشل وعاجز عن هزيمة السلاح الروسي، دي أول حاجة. الحاجة التانية إن يحصل له هندسة عكسية، الروسي يتعرفوا على أسراره والتكنولوجيا بتاعته ويوجدوا أسلحة مضادة. الحاجة الثالثة بقى، وده شيء يعني مضحك في نفس الوقت، إنه في مافيا للسلاح الأوكراني بتاخد السلاح الغربي تبيعه في السوق العالمية وما تودهوش للجيش الأوكراني، فده أيضا كان بيغضب الجانب الغربي لدرجة إن روسيا نفسها استطاعت شراء بعض الأسلحة عن طريق وكلاء، وبدأت تعرضها تقول ده السلاح اللي الغرب بيديه لأوكرانيا بيتباع في السوق السوداء لدول عديدة. عشان كده قالوا إن أوكرانيا من أكثر الدول فسادا في العالم يعني. بالضبط. ودي من ضمن أسباب عدم انضمامها للنيتو بالمناسبة، يعني أوكرانيا من زمان بتتكلم على النيتو وبتتكلم على الاتحاد الأوروبي، فإحنا بنقول يا جماعة عمليا وموضوعيا ده صعب، لأن شروط الانضمام للنيتو وللاتحاد الأوروبي غير متوفرة في أوكرانيا لأسباب ممكن نتكلم فيها ساعة، أبرزها زي ما حضرتك قلتي مستوى الفساد داخل أوكرانيا. صحيح. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي دكتور بشير عبد الفتاح، نورتني وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافة اليوم. دلوقتي هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل لميس هتكون معاكم ونتكلم شوية عن نجوم الساحرة المستديرة واللي بيحصل فيها. انتظرونا.